شاف الفيديو اللي قدامك ده؟ دي مجموعة لقطات للتدمير اللي خلفته الصواريخ الفلسطينية اللي اتضربت على منطقة رحفود جنوب تل أبيب العاصمة للكيان الصهيوني، واللي شملت لإطلاق أكثر من 470 صاروخ فلسطيني آخر كام يوم، وده كان الرد اللي نفذته حركة الجهاد الإسلامي على عمليات الاغتيال اللي نفذتها الشباك أو أجهزة الأمن التابعة لإسرائيل، واللي اغتالوا لحد دلوقتي 6 من أهم القادة اللي موجودين داخل الحركة. وهنا سؤال مهم محتاجين نسأله، إزاي أجهزة زي الموساد وبالتحديد الشباك قدروا ينفذوا عملية زي دي ويستهدفوا 6 من أهم القادة اللي موجودين في الحركة مرة واحدة كده؟ انت عارف يعني ايه عمليه اشيل فيها ستة من القاده مره واحده؟ وهل ده معناته ان حركه المقاومه ممكن تكون مخترقه؟ وازاي ده ممكن يحصل في وجود شبكه الاتصالات المقاومه السريه اللي مخفيه تحت الارض وسلوكها كلها بتمتد على طول غزه، واللي تعتبر شبكه معزوله تماما، وهي الثغره اللي قدرت تستغلها اسرائيل وتجمع منها بيانات حساسه على القاده بالشكل ده للدرجه اللي خلتهم تستهدفهم هم وعائلتهم؟ وهل مصر ليها علاقه بالنهج ده؟ الفيديو ده صديقي فيديو خاص وعشان كده اتاخر شويه، لان المعلومات اللي موجوده جواه يعني مش عايز اقول اتحداك يعني تلاقيها في مكان تاني، وبالتحديد الطريقه اللي عرفت بيها اسرائيل معلومات افراد المقاومه دول، فانا مش عايز منك اي حاجه غير انك تكمل معايا الفيديو للاخر، لان هي قصه لازم تتسمع من اولها لاخرها، لان كل معلومه فيها مهمه. فجهز لي بقى واحد قهوه متين كده او اي حاجه بتحب تشربها، عموما مش لازم القهوه يعني يا جماعه، ولو انها بتعمل دماغ مع الفيديوهات يعني. ومش هفكرك بقى تعمل اشتراك على قناه اليوتيوب، لان احنا خلاص داخلين على 250,000 يعني، مفضلش غير حاجه بسيطه. وبرضه لو انت على صفحه الفيسبوك يعني ها قربنا من 750,000، وسلام بقى لو انت عامل اشتراك في الناحيتين تبقى حبيبي. وخلينا نخش في التفاصيل على طول. انا محمد خالد وقهوتك وحصان. قبل ما نبدا حابب اقول ان الفيديو ده برعايه منصه ذا تريدنج باك. الشركه عامله ويبينار مجاني لاسواق المال للمبتدئين وازاي تنضم لاسواق المال، واللي هيقدمه المدير الاقليمي للشركه في الشرق الاوسط بنفسه، والرابط الخاص للاشتراك في الويبينار ده موجود في الوصف تحت الفيديو. والويبينار ده مفيد جدا لاي حد عايز يفهم يعني ايه تداول، والمبتدئين اللي حابين يخشوا عالم الاسواق الماليه واحده واحده. وحابب برضو ادي نبذه تعريفيه عن الشركه كده، واللي كنا اتكلمنا عليهم قبل كده لان هم قراوا الحلقات اكتر من مره. وببساطه لو انت متداول شاطر وفهمان في التداول وعندك كذا استراتيجيه قادر تطبقهم وتطلع منهم ارباح عاليه، بس الارباح دي مش هتيجي غير بفلوس لازم استثمرها، يعني لازم يكون معايا راس مال الاول. ذا تريدنج باد بتحل لك المشكله دي تماما، وهي بتديك راس المال او ممثل في محفظه، محفظه بتقدر تديرها بنفسك وتطبق عليها استراتيجياتك وتحقق منها ارباح ليك وللمنصه. الفكره رايقه جدا وموجوده من بدري في اوروبا، ولكن ذا تريدنج باد هو اول تطبيق ليها في الوطن العربي وبدعم عربي كامل، والحقيقه يعني الناس دي بروفيشنال جدا يعني مع تعاملي معاهم. الموضوع مش بيحتاج منك اللي انت تقدم الاول في اختبار هم بيعملوه، من خلاله بيعرفوا الاختبار ده قدراتك قد ايه في التداول، وبتدفع وقتها رسوم بسيطه، وبعد ما بتجتاز الاختبار وبتعدي المستوى الاول بتاخد ارباحك وبتاخد عليها الرسوم اللي انت دفعتها دي في الاول برضه، ولحد ما توصل معاهم للمستوى العاشر في التداول بيبعتوا لك عقد تنظيم وتبقى موظف رسمي داخل الشركه، لان انت هنا خلاص اثبتت جدارتك والمحفظه هتفضل برضه تحت ايديك. يعني الموضوع مش بس واقف على التداول، انت في مرحله من المراحل هيبقى ليك وظيفه. وحاليا الشركه فاتحه خدماتها لكامل الدول العربيه ما عدا سوريا والسودان ان شاء الله هيخشهم قريب يعني، واللي ما شاء الله فيها متداولين عرب كتير بداوا يحققوا ارباح كبيره، وفعلا انصح بيها اي حد فهمان في التداول وحابب يجرب، لان هي يعني معتمده جدا وهتعرف تطلع منها راس مال وارباح كبيره. والشركه برضو موفره ميزه البيرفكت ماني للناس اللي ما عندهاش فيزا، ولو حابب تسجل في الشركه بخلاف الويبينار رابط التسجيل موجوده تحت الفيديو ده في اول تعليق لو انت على يوتيوب او فيسبوك، مع العلم ان الويبينار ده سلسله من الويبينارات الجايه اللي هتعلمك اكتر عن التداول وعن الشركه. وخلينا قبل ما نخش في الموضوع نرد بس كده على شويه كلام يعني مش عايز اقول هبل والله. وقال ايه مصر اشتركت في عمليه الاغتيال دي؟ لا يا شيخ، الواحد بقى بيشوف كلام بيبقى يعني هيطلع من الفاظه وقتها بيبقى عايز يقول يعني انت عبيط يا ابني، ده احنا الوحيدين اللي بنعرف نخش نجيب وقف اطلاق النار ونطلع تاني، لا الامريكان ولا الصهاينه ولا اي من الدول العربيه مع احترامنا طبعا بيعرفوا يعملوا زي اللي بتعرف تعمله الاداره المصريه ابدا في حوار القضيه الفلسطينيه بالتحديد. ولو كان في حد من العناصر دي خطر على الامن القومي المصري ما كناش هنتعامل معاهم من البدايه. المقاومه الفلسطينيه ما كانوش اعداء ولا هيبقوا اعداء ابدا لمصر. وشغل دماغك كده وما تخليش اي حد يقول لك اي كلام وتصدقه، لان الناس دي ما بتحترمش عقلك ولا تفكيرك ولا وعيك، وبترمي لك كلام مش منطقي تماما عشان تصدقه. ردينا خلاص على النقطه دي، خلينا نخش في الموضوع بتاعنا بقى. من كام يوم كده اشتعلت الجبهه الحدوديه الشرقيه لمصر وبالتحديد في قطاع غزه. يوم الثلاثاء اللي فات الجيش الاسرائيلي شن غارات على قطاع غزه ووجه عدد من الضربات الجويه المفاجئه داخل حوالي اكتر من 100 منشاه عسكريه زي ما بيقول يعني داخل القطاع، واللي استهدف فيها حوالي 13 فلسطيني، عشان تطلع بعدها حركه الجهاد الاسلامي وتعلن عن وفاه 3 من ابرز القاده اللي موجودين تبعها. الاول وهو امين سر المجلس العسكري لسرايا القدس، الثاني هو قائد المنطقه الشماليه العسكريه لمنطقه الخليل داخل غزه، اما الثالث هو احد قاده العمل العسكري في الضفه الغربيه المحتله. غاره استهدفت
ثلاثة من أكبر القادة اللي موجودين في الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، والهدف من الغارة الصهيونية دي وهو إضعاف الحركة، والأطلق عليها الكيان الصهيوني وهو عملية السهم الواقي، واللي تم استهداف فيها حسب ما بيقول أكتر من 100 منشأة عسكرية داخل القطاع وأكتر من 40 منصة لإطلاق الصواريخ، ودي الصواريخ اللي تطلع من غزة على تل أبيب، غير إنه أعلن إنه استهدف مقر لوحدة الصواريخ التابعة لحركة الجهاد الإسلامي، وطبعاً كان الرد من فصائل المقاومة بإطلاق 470 صاروخ على الكيان الصهيوني، واللي أعلن الجيش الإسرائيلي إنه تصدى ل 153 صاروخ منهم باستخدام نظام القبة الحديدية الأيرون دوم اللي استخدموه في أيام الشيخ جراح، واستخدام نظام مقلاع داود لأول مرة، والنظامين دول بالتحديد مع شوية حاجات كده يعني ممكن نعملهم حلقة لوحدهم، لكن اللي إحنا محتاجين نركز في نقطة مهمة أوي الفيديو ده، ولكن عشان نتفاجأ إن الصهاينة بينفذوا هجوم تاني وبيستهدفوا ثلاثة تانيين غير الثلاثة الأولانيين، وبرضه ثلاثة من القادة العسكريين، ويوصل عدد القادة اللي تم تصفيتهم لستة من القادة العسكريين التابعين لحركة الجهاد الإسلامي، أو بمعنى أصح الجناح العسكري بالتحديد، واللي بيشرف على كل ده طبعًا وهو الشباك الإسرائيلي، ويطلع يصرح نتنياهو بعدها رئيس الوزراء الإسرائيلي اللي كان معمول عليه يعني ليلة كده بين شهرين إن إسرائيل مش مدية اهتمام لحوار وقف إطلاق النار والهدنة ده، وما بقاش مفيد لإسرائيل دلوقتي. الجرأة جابك أنت قوي، خلي بالك وهتزعل في الآخر، ولكن أنا مركز على حاجة مهمة جدًا جدًا صديقي عايزك تركز فيها. هو إزاي معلش؟ إزاي قدر الكيان الصهيوني يصطاد ثلاثة من القادة وراهم ثلاثة على طول عادي كده؟ أنت عارف يعني إيه قائد عسكري يتم اغتياله؟ الموضوع مش سهل تمامًا، فما بالك بستة. وعايزك كمان تركز في ترتيب الأحداث. الأول إسرائيل اختلت ثلاثة، وبعدها في ضربة كمان اختلت ثلاثة تانيين. ده معناه إن إسرائيل بقى ليها معلومات حساسة عن القادة اللي موجودين في الجناح العسكري، وزي ما حصلت مرة واتنين ممكن تحصل أكتر من كده كمان. يعني في قادة تانيين معرضين لخطر الاغتيال. إزاي بقى الكيان قدر يوصل للمعلومات الحساسة دي؟ وإزاي ما كانش قادر يوصل لها قبل كده؟ عشان بقى نجاوب على السؤال ده محتاجين نعرف طرفين مهمين جدا في الصراع العربي الإسرائيلي ده، أو الصراع بين غزة وإسرائيل، وهم جهازين من أجهزة الأمن اللي موجودين في إسرائيل. أول واحد وهو جهاز الموساد، والجهاز الثاني والأهم هو الشباك. الاثنين دول ليهم دور كبير جدا في اللي بيحصل دلوقتي في إسرائيل. هم دول عيون الصهاينة. مين دول بقى؟ خلينا نبدأ بالموساد الأول. الموساد يا سيدي هو جهاز الاستخبارات والمهام الخاصة التابع للكيان الصهيوني، واللي تم تأسيسه في 13 ديسمبر 1949، واللي مهتم بجمع المعلومات الاستخباراتية وعمل مهمات خارج حدود الدولة. ده لو اعتبرناها إن هي دولة يعني. من الآخر الموساد بيتعلق بالعمليات الصهيونية اللي بتتم على مستوى العالم خارج إسرائيل، يعني شامل بقى كل عمليات الجاسوسية وتسريب المعلومات والاختيالات واختيالات كتير جدا وجمع المعلومات دي أو سرقتها أيا كان يعني، وده طبعا كله المفروض يتم في سرية تامة. منطقة عمليات الموساد تمتد في العالم كله تقريبا، ولكن معظم العمليات دي أو هدفه وهي شاملة الدول العربية بالتحديد كونها عدو إسرائيل رقم واحد. الموساد في الأصل اختصار لكلمة لموساد لعليات بت، يعني منظمة الهجرة غير الشرعية أصلا بقى من الأول، وده يعتبر من ضمن المؤسسات التابعة لجهاز الاستخبارات الإسرائيلية في الأول، واللي اتعمل سنة 1937 واللي كان هدفها إن هي تدير عمليات التهجير بتاعت اليهود من حوالين العالم وتبعتهم لفلسطين. والموساد يعتبر مؤسسة مدنية واللي شغال فيها مش ضباط بروتب، ولكن جميع أفراده لازم يكونوا خدموا في الجيش الإسرائيلي. ودي كده نبذة بسيطة عن الموساد، لأنه هو مش جوهر الحلقة النهاردة، لأن الجهاز الأهم منه والتابع أكتر في القضية الفلسطينية وهو جهاز الشباك الإسرائيلي، أو ما يعرف باسم جهاز الأمن العام، واللي الاسم ده معناه اختصار لأول الكلمات بالعبرية شيروتي بتحون كلالي، يعني بالعبرية جهاز الأمن العام. ومع إن الشباك يعتبر أصغر الأجهزة الأمنية اللي موجودة داخل إسرائيل من حيث العدد أو الحجم يعني، ولكن هو الأكثر حضورا وتأثيرا في القرارات اللي تطلع من الكيان الصهيوني، ومفيش قرار سياسي بيتخذ إلا بالرجوع للشباك، وما نقدرش نقارن تأثيره بتأثير أي جهاز استخبارات تاني تابع لإسرائيل على إسرائيل كلها. الشباك وهو الجهاز الأقوى على مستوى الكيان كله، وده اللي خلى كبير المعلقين الصحفيين اللي موجود في الجريدة الصهيونية يدعوت أحرانوت يقول إن رئيس الشباك هو يعتبر الحاكم الفعلي للكيان الصهيوني. والسبب هنا إن زي ما قلنا إن الحكومة الإسرائيلية ما ينفعش تاخد قرار إلا بالرجوع الأول للشباك وتقاريره، ولو تقارير الشباك تعارضت مع أي تقارير جاية من أجهزة أمنية تانية زي الموساد أو جهاز أمان، وأمان ده جهاز الاستخبارات التابع للجيش الإسرائيلي، ده زي المخابرات العسكرية كده، فاللي كلمته هتمشي هو الشباك، واللي ليه تواصل مباشر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي مباشرة، واللي نقدر نختصر مهامه يعني وهي حماية الدولة من الأخطار الداخلية، ده لو اعتبرنا إن هي دولة، وحماية أمنها الداخلي، وده متمثل في إحباط عمليات ونشاطات التجسس داخل إسرائيل وإيقاع الجواسيس اللي جواها بيشتغلوا ضدها، وحماية الشخصيات العامة من أي اختيالات، وطبعا بقى اكتشاف الخلايا الإرهابية ومكافحة الإرهاب وغيره، وطبعا الإرهاب ده يعني مقصود بيه المقاومة الفلسطينية. نشأ الشباك في 30 يونيو 1948 واللي كان تابع في الأصل زيه زي غيره لمنظمة الهجنة. حاليا الشباك منتشر في جميع أنحاء فلسطين المحتلة، ومفيش قرية عربية إلا وجواها شوية نشطاء كده بيخدموا مع الشباك حتى لو هم عرب، وشغال فيه مئات من ضباط المخابرات والمدنيين والمحققين ورجال العمليات والمحللين للمعلومات الاستخباراتية وخبراء التكنولوجيا الأمنية، وده اللي بيخليه مقسوم لمجموعة من الأقسام والمناطق، أولهم وهي المنطقة الشمالية، والتانية وهي المنطقة الجنوبية، ودي تاني أكبر منطقة بيشتغل فيها الشباك، وقيادتها موجودة في مدينة عسقلان، وعسقلان دي موجودة كده على الشريط الحدودي مع قطاع غزة، واللي شغلتها إحباط العمليات اللي تطلع من داخل القطاع. أما المنطقة الثالثة وهي القدس والضفة الغربية، أكبر مناطق عمليات للشباك. الشباك مقسوم لمجموعة
من الاقسام: قسم العربي، وقسم مكافحه الارهاب ومنع الاختراقات، وقسم الحمايه، وده لحمايه الشخصيات العامه والوفود الاجنبيه، وقسم التحقيقات، وقسم التكنولوجي، وده مهتم بتطوير الوسائل التكنولوجيه لمكافحه الارهاب. طب وايه شكل اعمال الشباك في فلسطين او على الفلسطينيين؟ في كتاب حارس البوابه رؤساء الشباك يتحدثون، بيتكلم فيه كاتب الكتاب عن رؤساء الشباك السته، واللي بالمناسبه محدش كان يعرف اسامي رؤساء الشباك غير في سنه 2000. من بعد السنه دي بدا يتم الاعلان عن اساميهم، والسته دول واولهم ابرام شالون، يعقوب بيري، كارمي جيلون، عامي اليون، وافي ديختر، يوفال ديسكين. جوهر الكتاب كده بيقول ببساطه ان كل الرؤساء دول اجمعوا على شيء واحد، واعترفوا ان هم بيصفوا الفلسطينيين الحتى مشتبهين ان هم يكونوا عملوا جرائم ضد الدوله العبريه، يعني لمجرد بس اشتباههم، مش تاكيد عليهم حاجه كمان، من خلال تنفيذ عمليات للاغتيالات على مستوى واسع وبكل الاشكال اللي تتخيلها، لدرجه ان الشباك قدر يختال قائد عسكري من القاده اللي موجودين لحركه حماس في الضفه الغربيه في 2004، والطريقه كانت ايه؟ ان هم حطوا له السم في الاكل، حاجه في منتهى الجبن والله. الشغل الاساسي للشباك هنا وهو مراقبه العرب داخل الدوله، وبالتحديد عرب 48 يعني، لان اي عربي بالنسبه لاسرائيل هو عدو محتمل ويتحط كده في دائره الخطر. وعشان كده هتلاقي ان الشباك مكون مجموعه واسعه من دوائر الاستخباراتيه لجمع المعلومات من خلال متعاونين موجودين في كامل انحاء فلسطين المحتله، وده غير انه بينفذ عمليات اعتقالات بالالاف بعيد خالص او من غير ما يبص على القانون اساسا. وهنا سؤال بسيط: هل الفلسطينيين والمقاومه ساكتين على قله الادب اللي بتحصل من الشباك والموساد دول؟ ما بيردوش يعني؟ وازاي يقدروا يتصدوا لحاجه زي كده؟ مبدئيا كده صديقي لازم تعرف ان اي تنظيم عسكري مهما كان ايه محتاج لحاجه مهمه جدا قبل اي حاجه، قبل السلاح نفسه، هو ببساطه الاتصالات، او بمعنى اصح تأمين وسائل الاتصالات. الشباك والموساد وحتى أمان التابع لجهاز الجيش الشباك وموساد وحتى أمان التابع للجيش الإسرائيلي عشان يقدروا يكسروا شوكة المقاومة محتاجين بشكل بسيط جدا اختراقها 100 كيلومتر وقادرة تضرب تل أبيب نفسها ومصنوعة محليا داخل القطاع، وده طبعا فضله يرجع أولا وأخيرا لتأمين وسائل الاتصالات تبع المقاومة، واللي بيشرف على كل ده بالتحديد هو سلاح الإشارة في كتاب القسام اللي أمنت اتصالات المقاومة بينها وبين بعضها وعملت قلق للصهاينة واللي كان مستمر بشكل واسع ومش عارفين يتصرفوا معاه لا هم ولا الأمريكان، لدرجة ان في نوفمبر 2018 حصلت فضيحه هزت اسرائيل كلها، وهي فشل عمليه لمجموعه من وحده القوات الخاصه الاسرائيليه سياره ماتكال، واللي كانت بتنفذ عمليه استخبارات نوعيه سريه داخل غزه. ولو انت ما تعرفش يعني ان سياره ماتكال تعتبر اقوى فرقه قوات خاصه استخباراتيه تملكها اسرائيل، الفرد الواحد بس بيتصرف عليه تدريب ويعني نقدر نقول 5 مليون دولار ده غير الوقت، 5 مليون دولار بيتصرفوا على اعداده فقط، وهي متخصصه اكتر في مهام الاستخباراتيه مش مهام الاغتيالات بقى والاقتحام وغيره، استخباراتيه بس، بتخش تجمع معلومات وتيجي. المجموعه دي واللي كانوا حوالي 6 افراد نزلوا قطاع غزه لهدف معين وهو اختراق الشبكه السلكيه الموجوده داخل غزه تحت الارض، ولكن العمليه فشلت واتقتل قائد الوحده بنفسه داخل غزه واللي بالعافيه عارفوا يجلوا جثته، واللي اتقتل على يد الشرطه العسكريه التابعه للمقاومه الفلسطينيه. والموضوع ده بالتحديد كنت عامل عنه حلقه زمان اول ما بدات تقريبا في 2021 يعني. المهم ان الشبكه دي كانت موتره الصهاينه بشكل رهيب، ولكن طبعا لا هم ولا الامريكان هيغلبوا. وهنا يجي سؤال جوهر الحلقه: ازاي الشباك والموساد يقدروا يخترقوا المقاومه والشبكه دي؟ وهل اصلا حصل اختراق؟ فكر فيها منطقيا كده صديقي، طالما اسرائيل قدرت تتحصل على معلومات حساسه بالشكل ده وتستهدف 6 من قاده المجموعه او الجناح العسكري هم واهاليهم، يبقى اكيد حصل اختراق. والاختراق هنا مش بتكلم في مجموعه من الافراد او الطابور الخامس يعني، واللي طبعا اكيد هيكون موجود، ولكن انا بتكلم هنا على الاختراق الفني. وهنا نسال سؤال ابو مليون جنيه: ازاي اسرائيل ممكن تكون قدرت اخترقت الشبكه السلكيه دي اللي موجوده تحت الارض في غزه؟ وازاي قدرت تعرف تحركات القاده دول؟ ده كل التحركات والحاجات دي بتحصل في شبكه انفاق غزه تحت الارض واللي بيسموها مترو غزه اصلا، وازاي برضه قدروا يخترقوا الشبكه اللاسلكيه المشفره؟ وهنا لازم نتعرف على يعني فرد مهم جدا او عنصر مهم جدا في الليله دي، وهو جهاز الاستخبارات الامريكي CIA. CIA اللي دايما بيمول وبيدعم اسرائيل من بعيد، هو مش بعيد قوي يعني بس هو موجود في الصوره، وبيزودهم باحدث التكنولوجيات المتاحه، بالاضافه ان الصهاينه برضو عندهم قدر يعني كويس جدا من التكنولوجيات اللي بيقدروا يوصلوا لها. من ضمن التكنولوجيات دي وهي الاقمار الصناعيه العسكريه. اسرائيل تمتلك تكنولوجيا متطوره جدا في الاقمار الصناعيه العسكريه، وتخليها ترصد من السماء اللي بيحصل تحت الارض، مش على الارض كمان، واللي تحت الارض موجود طبعا شبكه الانفاق. تكنولوجيا الاقمار وعدستها وحدتها البصريه بتقدر ترصد اهداف تحت الارض حتى لو انت في بطن الجبل، وده اللي حصل اصلا وعملته اسرائيل مع ايران، واللي عرفت تكشف نوعا ما صور للمفاعل النووي اللي عاملاه يعني ايران حرفيا جوه الجبل. باستخدام التكنولوجيا دي بمجموعه تانية من التكنولوجيات يعني دي ممكن نعمل لها حلقه لوحدها اساسا، قدرت اسرائيل تعرف تفاصيل البرنامج النووي الايراني ووحدات الطرد المركزي اللي بالمناسبه شغاله بويندوز 95. اه والله وحدات الطرد المركزي اللي عامله قلق في العالم
العالم يعني كده, وخلاص ايران قربت من القنبله النوويه شغاله بويندوز 95. فلو انتم حابين نعمل فيديو مخصوص عن الاقمار الصناعيه والتجسس والفيروسات ده ممكن نعمله فيديو لوحده, هيبقى فيديو استخباراتي جدا يعني. بس ايه ايدك على الدعم, عملت اشتراك للقناه, عملت اشتراك ولا ما عملتش اشتراك, عملت فولو للصفحه. وهنا الصهاينه ما بقوش محتاجين قوي ان هم يخترقوا الشبكه السلكيه تحت الارض, لان هم اوريدي بالاقمار الصناعيه بيقدروا يشوفوا نوعا ما التحركات اللي بتحصل في الانفاق تحت الارض. ولكن ده برضو مش كفايه, لان انا ممكن اكون شايفهم بس انا مش سامعهم, انا شايف اللي بيحصل بس مش سامع هم بيقولوا ايه لبعض. وعشان تسمع في طريقتين, الاول وهو الطابور الخامس او نوعا ما يعني المخترقين او الجواسيس اللي موجودين داخل المقاومه, وده موجود شئنا ان ابين, ان مش كل الناس عارفه معنى الشرف وبتبيع شرفها كده وبتبيع المقاومه والقضيه كلها عادي جدا. اما الطريقه الثانيه وهي التناصت والرصد, شبكه المقاومه بتستخدم بينها وبين بعضها في التواصل او جزء من التواصل شبكات لاسلكيه او اجهزه لاسلكي. اي شبكه لاسلكي بيكون ليها يعني موجه معينه بيتواصلوا فيها زي هرتز معين كده او تردد, التردد ده بتستخدمه الاجهزه عشان تتواصل بينها وبين بعضها. وطول ما انا بعيد عن الموجه دي او معرفش التردد او الموجه دي نظامها ايه او نوعها ايه, مش هعرف ابدا اتنصت على الحوارات او الشفرات اللي بتتبعت بين الاجهزه وبين بعضها. ولكن بمجرد ان انا احصل على الموجه الراداريه دي اخترقها عادي, وده للاسف شيء مش صعب قوي على الصهاينه ولا الامريكان, خصوصا ان شبكه المقاومه اللاسلكيه بتستخدم جهاز بي ار سي 77, وده حسب مصادرنا يعني تم اختراقه من خلال سلاح الاشاره الموجود داخل الشبكه. افهم من كلامك كده يا محمد يعني ان المقاومه مخترقه خالص, ما تعرفش تخبي حاجه والصهاينه شايفين كل حاجه؟ مش بالظبط برضه يا صديقي, خلي بالك احنا برضه بنقول في الامكان يعني, ساعات برضه الكلام بيكون رايح ناحيه الاقتراح, مفيش حاجه اكيده 100%, ولكن الاكيد ان في اختراق, ان جزء من الاتصالات اللي بتتم داخل المقاومه مخترق, وكمان جزء من تحركات القاده دي برضه مخترق, لدرجه اللي خلت اسرائيل توصل لمعلوماتهم وتصفيهم للاسف. ولان الموضوع ده برضه جه للحكومه الاسرائيليه على طبق من ذهب, فرصه نجاه كانوا مستنيينها من زمان, بالتحديد الحكومه الاسرائيليه اللي بيرقصها نتنياهو اللي كان عامل قلق في اسرائيل, واسرائيل كلها ما كانتش طايقاه من شهرين وطلعوا عليه مظاهرات يعني. نتنياهو محتاج للي بيحصل في غزه انه يكبره ويثبت للعالم او يثبت يعني للمجتمع الاسرائيلي ان هو في حاله حرب ضد غزه او ضد الفصائل المقاومه, عشان يحاول يداري بيها الفضايح اللي كان بيعملها ويحاول يكسب تأييد من الصهاينه. ولكن عشان تبقى عارف يعني ان مهما حصل ومهما توصل جبروت اسرائيل وعملياتها التطرفيه, عمرها ما هتوصل ابدا ان هي تاخد يعني قرار وتخترق او تجتاح قطاع غزه, لان حركه زي كده قادره تفكك اسرائيل كلها عن بعضها, وانا مش ببالغ في حاجه زي كده, لان الجيش الاسرائيلي كله هينهمك في حرب عصابات هيتفشخ فيها لمؤاخذه يعني, وهيتم استنزاف اسرائيل ومواردها تماما. ولحد ما نشوف ايه اللي هيحصل, اتاكد انت عامل اشتراك وفولو للصفحه عشان نعمل تغطيه اول باول, وبس كده. سلام.